بالشكر. زي قطر الطاهر كده. نعم. فكر قطر الطاهر زي اصل قطر الطاهر. لا بس لا زي قطر. طيب اختلافات ايه اللي اختلافاتها يا ابو علي ما بين الاهلي السنه دي، الاهلي هذا الموسم والاهلي الموسم السابق؟ انا شايف كابتن مفيش اختلاف. الاهلي بيواصل نجاحاته مع مارسيل كولر. مارسيل كولر يمكن خاض مع النادي الاهلي 66 مباراه، فاز في 49 واتعادل في 11 مباراه وخسر 6 ماتشات. الاهلي لعب السنه دي باستثناء مباراه اتحاد العاصمه ويمكن ليها ظروفها، بدايه موسم الثقه الزياده اللي كانت عند اللعيبه، لكن في 5 مباريات سواء 2 دوري ابطال افريقيا 2 دوري مباراه كاس، الاهلي بيسجل 20 هدف وبيتلقى هدف وحيد، ويمكن جه من حاله خلاص اطمئنان او استهتار من اللعيبه، او اللعيبه حاسس الماتش خلص. ف الاسماعيلي اللي هو بالامس امام الاسماعيلي. فانا شايف ان المعدل التهديف بتاع النادي الاهلي هايل، شايف ان الهارمون اللي موجود بين اللعيبه، خاصه ان احنا في بدايه موسم مفيش فريق وصل للتجانس ده زي الاهلي. شايف ان مارسيل كولر بيواصل نجاحاته. اهم ما بيميز مارسيل كولر عن اي مدير فني تاني انه راجل عادل. عادل، انا ما بيجي مروان عطيه الناس كلها بتتكلم وجود حمدي فتحي وجود ديانج وجود عمرو السوليه، بيدي مروان عطيه بيتالق بيكسر الدنيا، بيلعب على الثلاثه يعني، كان ممكن ناس تغير ومروان عطيه ثابت. لما مروان عطيه مستواه بينخفض شويه مش مركز او بدايه موسم، بيدي الكوكا ماتشات وبيتالق وبيصنع هدف حسين الشحات، وقبليها في لو نفتكر قبل كده في مباراه المقاولين كان صنع هدف شبهه لديانج، نفس السرولوب لديانج. فالراجل ما عندوش لعيب اساسي ولعيب احتياطي، عنده اللي بيجتهد وبيلعب في المباراه وبيركز وبيأدي في التمرين بمنتهى القوه، يبقى موجود معايا في التشكيل الاساسي ويلعب حتى لو لعيب صغير زي كوكا. فميزه الاهلي مع مارسيل كولر انه متنوع، مش الموضوع ما بيبقاش قاصر على لعيب معين بيسجل او لعيب ممكن يجي من الاطراف يعمل كروسات وتسجل، لا الاهلي بيخترق من العمق، الاهلي عنده تنوع في احراز الاهداف، عنده تنوع حتى في الهدافين بتوعه، بنشوف اكتر من لعيب بيهدف سواء من خط الوسط او من الهجوم. فانا شايف ان مفيش فرق كتير بين اهلي مارسيل كولر السنه اللي فاتت والسنه دي، بشايف ان الانطلاقه بتاعتنا في الدوري السنه دي مميزه بدليل الغزاره التهديفيه والقوه الدفاعيه بتاعت النادي الاهلي. السنه اللي فاتت 5 بطولات، هل يستطيع النادي الاهلي في هذا الموسم ان يحافظ على